تحايا الصباح لكم مشاهدينا ولهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء الدائم. التحايا لهذا الوطن بكل هذا الجمال وبكل هذا التنوع الذي يشكل الذات السودانية والوجدان السوداني، ودائما نحتفي بالتنوع السوداني الذي نتمنى دائما أن يكون مدار بالشكل الإيجابي وأن يكون دائما يسكب في الوعاء الإيجابي لوجودنا المجتمعي في إشاعة السلام والمحبة والأمان بين السودانيين. وهذه النافذة الصباحية دائما موجودة لتطل على مختلف مساحاتنا السودانية، ونافذة الصباح اليوم على جنوب كردفان ورقصة البخصة. بمنطقة جبال النوبة التي تقع جنوبي السودان، شكلت إنسان المنطقة وجعلت منه شخصية محبة للبيئة تجسد ما اكتسبته من هذه الطبيعة أينما ذهبت. ولفصل الخريف وقعه الخاص في نفوس أهل المنطقة، وكما جادت لهم الطبيعة بالبشريات قبلوها فرحين شاكرين بأشكال وألوان مختلفة من تراثهم وإرثهم المكتسب من الطبيعة نفسها. عرف تراث النوبة داخل السودان وخارجه بالرقصات الشعبية التي تكررت كثيرا في المحافل السودانية وخلافها، وكانت من أبرز هذه الرقصات رقصة الكرن، الكمبلة، واللعبة الشعبية المشهورة التي أحبها السودانيين كثيرا لعبة الصراع، التي نسبت لقبائل النوبة وصار اسمها صراع النوبة. برزت ثقافات جديدة داخل إرث وتراث النوبة، كما برزت أجيال من أبناء النوبة أخذت منحا مختلفا من ذات التراث. هنا اهتم هذا الجيل باختيار أزياء قد لا تشبه كثيرا الأزياء التي اعتاد أن يلبسها الفريق الراقص، ونلاحظ أيضا هنا الأدوات المستخدمة للتجميل عند النساء والرجال معا. تستمر لعبة النجارة لمدة 3 أيام لدى بعض قبائل النوبة. النجارة كغيرها من التراث فهي تحرك الشباب نحو الزراعة أو الحصاد أو الفزع، ولديها طقوس وأسباب خاصة. فرقة شاة أبو سنون اشتهرت وسط قبائل النوبة برقصة التريالو، وهي رقصة أشبه برقصة الفروسية، وفيها يصطاد أبناء الفرقة أو الجهة التي بها الاحتفال الدبوية، وهي حيوان نادر لا يصطاده إلا الفرسان ولا يأكله إلا أصحاب الخبرة والفجور كما في قبيلة النوبة. البخصة لها أصوات جميلة عندما تعزف داخل النفير، سواء كان للحصاد أو الفزع أو الحرب، وهي كما ترون تصنع للجرع أشكال متعددة. Thank you.
البخصة تراث لم يقدمه أبناء النوبة في محافلهم الكرن والكمبلة والصرع، ولم يشاهده الكثيرون في السودان، ولكنه الآن أصبح من أعظم الرقصات واللعبات الشعبية عند قبائل النوبة، ومعظم المهتمون به من شرائح الشباب، وللبخصة إيقاعات وأصوات.